شو الشاشة اللي ظاهرة عندكم؟ نفس اللي كانت بس الكاد مفتوح. ايش مكتوب على الراس من فوق على اليسار؟ اللي هي chapter 5 من knowledge equation لغير ال... لا جوا طالع عندكم presentation mode. بس مش سلايد شو هيك هيك. فتح سلايد شو خلاص ماشي صرنا معنا مع بعض. فاذا هذا النوع من الحل بنسميه من الايتريشن. ايتريشن يعني بفرض شيء بحل بناء عليه، بعديها ببدا الشيء اللي افترضته الغيه واستخدم الرقم الجديد اللي طلع معي في الحسابات الثانيه. في عندنا هون مثال محدود، خلينا نحله مع بعض. Example 5.7 في الكتاب تاعكم. The venturi meter in figure 5.10 high venturi meter has a water flowing through it. في عندي ماء ماشي في خلال السيستم، عندي ماء ماشي. The pressure difference P1 ناقص P2 is 1 PSI. هون عندي بالمانوميتر عم بقيس فرق الضغط بين هاي النقطة وبين هاي النقطة اللي هي زي يعني بين 1، ما هي 1 إن هون زي 1. قال لك 1 PSI فرق الضغط. هلا the diameter at point 1 is 1 foot. هذا 1 foot. وعند الثروت is 0.5 foot. وين الثروت؟ هاي الثروت. العنق. What is the volumetric flow rate through the meter؟ قديش volumetric flow rate من خلال الميتر هذا؟ ما في مشكلة. بنروح بنطبق المعادلة. هاي ولا هاي؟ بدنا نسميهم واحد أو A وB. مين بنطبق؟ هذا بنشوري ميتر فيه فريكشن. طب اصل شو نطبق؟ بي. لكن بي عندي مشكله بالسي في. السي في عشان اطلعها بدي الفيلوسيتي اللي انا بعرفهاش. فساعتها شو بنسوي؟ بنطبق اي اول مره بصير عندي فاليو للفي 2 بنطلع منها الفي 1. اوكي. من في 1 بطلع رينولدز نمبر. هلا من رينولدز نمبر بطلع الديسشارج كوفيشنت. صار عندي رقم للديسشارج كوفيشنت وهذا الحكي بطبق عليه الكلام السابق. هو نفس الفاليو هاي. فصار كانه هذا تصحيح على الفاليو اللي هو assuming no friction وبعدين بعمل تصحيح لا في friction. فالان جينا طبقنا نفس المعادله، خلينا انسخها هون. اوكي. خلينا نقول هاي المعادلة. هاي كاتبها ليش بدي مرة ثانية بس. هاي المعادلة اللي بدنا نطبق. هاي المعادلة هذا التطبيق تاعها. هاي التنين اللي هي هاي التنين P1 ناقص P2 بالسؤال معطينا إياها إنها 1 PSI. هاي 1 بس هاي 1 مش PSI. شو 1 PSI؟ باوند ماس لكل انش، مش باوند ماس، باوند فورس عفوا. باوند فورس لكل انش سكوير. هاي باوند فورس لكل انش سكوير. وهي الواحد. هاي اذا هاي 1 بي اس. طيب شو كمان عندنا بدنا؟
خلصنا من البسط. بدنا نقسم على الدنسيتي اوف وات للووتر. قديش الدنسيتي للووتر بالاس اي عفوا بالامريكان سيستم اوف يونتس عباره عن 62.3 باوند ماس لكل قدم مطرقه. بعديها اوكي هذا ال زي ما انا هذا بعديها عندنا هاي الواحد ناقص الاريا ريشو. هاي واحد وهاي الاريا ريشو A2 على A1. A2 اللي هو باي دي سكوير على 4. هاي باي 4 وهاي الديامتر at point 2 اللي هو عند الثروت. وعند الثروت كان معطى عندنا في نص السؤال انه القطر تاعه 0.5 والقطر at point 1 is 1. وعندي هذول عبارة عن تحويلات اليونتس. تحويلات اليونتس تنسوش الجذر التربيعي والجذر التربيعي. فبطلع لنا 12.7 foot per second أو ما يعادل 3.9 meters per second. شو المطلوب بالسؤال؟ The volumetric flow rate. أنا شو طلعت؟ طلعنا الفيلوسيتي. هلا بدي الفلوريت. شو الفلوريت يساوي V2 في A2 أو إذا حبيت V1 في A1. مزبوط هاي مزبوط هاي. أنا عندي الآن V2 طلعت معي خلاص بستخدم A2 و A2 هي باي دي سكوير على 4 والفلوسيتي كنا مطلعينها قبل شوية صغيرة. فبطلع الفلوريت بالقدم مكعب بير سكند. أوكي هاي القدم تربيع مع القدم هاي بير سكند. وإذا حبيت تحولها لكيوبيك متر بير سكند هي بطلع هذا هو الجواب اللي عندك. طيب أنا كنت كأني بدي أحلها مرة ثانية أشوف التصحيح معنا شو بده يكون بس مش عاملها. فبالتالي اكسرسايز لكم اكسرسايز لكم طلعوا range number end point one. okay end point one عندك diameter عندك velocity عندي velocity V1 ولا ما عندي إياها. أنا عندي V2 بطلع من V2 V1 okay اللي بدي area ratio وعندي density بضل بدي الفيسكوسيتي للماء. بتروح بتطلع الفيسكوسيتي للماء وتدير بالك في موضوع اليونتس لانه اليونتس لازم تكنسل. اذا ما كنسلت اليونتس معك لازم تعمل كونفرجن اوف يونتس لحديت ما يطلع عندك رينولدز ما في يونت. كيف يعني ما في يونت؟ يعني اذا طلع عندي مثلا مثلا 13 متر لكل مثلا 40 سنتيمتر. 13 متر لكل 40 سنتيمتر. لاحظوا المتر وحده الطول سنتيمتر وحده الطول بكنسلوا بعض؟ لا ما بكنسلوا بعض. لازم تحول متر لسنتيمتر. ساعتها بعد ما تجري عمليه التحويل كيف هاي عمليه التحويل؟ بقول مثلا انه الواحد متر عباره عن 100 سنتيمتر. السنتيمتر بروح مع سنتيمتر المتر بروح مع متر. الآن لما أجري عملية الضرب القسمي صفي 100 في 13 يعني 1300 على 40 بيطلع رقم. الرقم هذا شو اليونتس تاعته؟ دايمنشنلس. ما له دايمنشن فلازم يطلع هيك ما في دايمنشن. مش متر على سنتيمتر مثلا أو جرام على باوند. لازم يطلعوا فيش دايمنشنز في الجواب النهائي. هلا مرات بيجيبوا نفس فنتوري ميتر بيحطوه بشكل زاوي زي ما احنا شايفين في السكتش اللي امامنا. ما في مشكله بامكاننا نعمل ديرايفيشن للمعادله اللي بتحكمه. اوكي هلا بنطبق الانرجي بالانس برنوليز ايكويشن. شافت ورك بروح ما في اسيوم انه نو فريكشن وعالجنا الفريكشن بالديسشارج كوفيشنت باي ذا واي. اوكي
لاحظوا قبل شوي صغير لما كان الفنتوري ميتر كان افقي هذا التيرم طار كان طاير بس هون في فرق في الارتفاع بين بوينت 1 وبين بوينت 2 في فرق فموضوع انه اجنور او عفوا انه البوتنشال انرجي ديفرنس ما بنحسب لا هون بده يدخل في الحسابات هلا بتركها اكسرسايز لكم طبعا v1 تساوي v2 في a2 على a1 هاي تبقى هاي valid من الماس بالانس الان بتعوض محل v1 هذا الكلام اوكي ويو سمبليفاي فبيطلع لنا المعادله التالي اوكي هلا v2 تساوي اذا بنجيب هذا التير نحطه على الجهه الثانيه اوكي ونعمل شوية تبسيطات للسيستم اللي عندك بيطلع عندك انه الـ V2 لاحظوا فرق الهايت بين 1 و 2 بيكنسل بعضه بيكنسل انا مش شايف كيف بيكنسل بعضه هون بس هو في الفاينل ايكويجن اوكي يعني اللي بضل عندي مش الفرق بتاع Z1 وZ2 كأنه في كسر عندي هون وأنا ناسي نحطه براجعها على كل حال بدأ مراجعة بس الشاهد أنه عشان نبسط المعادلة هاي بدنا نرجع للمعادلات اللي عندي في الزاوية على اليمين هون على اليسار فوق أخذنا الهايت at point 1 الهايت at point 2 z1 z2 الهايت عندي at point 3 اللي هو في المانوميتر تذكروا احنا فيه يكون راكب عندي مانوميتر و z4 اللي هو الليفل في المانوميتر على الجهه الثانيه طيب هذول المعادلات من وين اجوا؟ انا اطلع عليهم واحده واحده p3 the pressure at point 3 وين point 3؟ هاي point 3 اللي هو الليفل للليكويد في المانوميتر. قديش البريشر عندها يساوي؟ يساوي البريشر ات بوينت 2 زائد الهايت للفلويد ما بين هون وهون، هذا الهايت. والميلان له علاقه؟ الميلان ما له علاقه. فبالتالي بصير رو جي بفرق الهايت زي 2 ناقص زي 3. زي 2 اللي هو عند بوينت 2 وزي 3 عند بوينت 3. بعرف الليفلز هذول بعرف الفروقات بعرفهم بينات عندي مستوى الليكويد في المانوميتر وبعرف قديش هو بعده عن السنتر لاين اللي بمر في الفنتوري ميتر وبالتالي هاي المعادله تاعت بي 3 نفس الشيء بامكاني اعمل الحركه عند بي 4 وين بي 4 البريشر ات ذس بوينت البريشر ات بوينت ذس بوينت بده يساوي البريشر ات بوينت 3 بس هذا هون زائد البريشر اللي هو ديو للفرق بين Z3 وZ4 بس لاحظوا دو هذا البريشر لاحظوا البريشر هون نفس البريشر هون خلينا ننظف البريشر at point 4 هو نفس البريشر at this point هون وهون زي بعض طيب قديش البريشر هون يساوي البريشر at point 3 زائد الليكويد اللي معبي هون الليكويد اللي معبي هون الدنسيتي تاعته رو 2 في جي في فرق الهايت ما بين 3 وما بين 0.4 طيب نيجي للبريشر ات بوينت 1 والبريشر ات بوينت 4 من هون لهون من هون لهون شو شو البريشر ات بوينت 1 بده يساوي؟ يساوي P4 ناقص P1 بده تساوي رو جي في فرق الهايت أو إذا حبيت الفرق في الضغط ما بين هذه النقطة وهي النقطة هيك بده يساوي رو جي في فرق الهايت ما بين بوينت 1 وبوينت 4 هاي عبارة عن رو جي اتش بده تساوي فرق الضغط بين بوينت 1 وبوينت 4 هلا عبارة الباقي عبارة عن تعويضات ممكن بتحط P1
بدك P4 بحط P4 اللي هو هذا الحكي بعوضه هون اوكي و P3 اللي ظهرت الان جديدا بجيب هذا الحكي وبعوضه محل P3 وبتجري عمليات التبسيط بتبسطها بالاخير بتوصل لهذه المعادله انه P1 ناقص P2 تساوي ماينس رو 1 في جي في Z1 ناقص Z2 حسب الرسم اوكي والجي في Z3 ناقص Z4 في رو 2 ناقص رو 1 طيب هلا P1 ناقص P2 يساوي هذا الحكي assuming no friction مظبوط ولا مش مظبوط ديروا بالكم ارجع المعادلة نرجع لفوق شوي هيا بعد شوي بنرجع الديسشارج كوفيشنت ابتداء هاي هي معادلتنا اوكي فبدي V2 بدلالة P1 ناقص P2 او اذا بدك P1 ناقص P2 اذا بنربع هون بدك تصير هاي بدك تربعها اوكي و يو سبستيتيوت يو سبستيتيوت فبالتالي هاي V2 وهذا الحكي بده يجي من التبسيطات السابقة وبتنتهي بالمعادلة التالية لاحظوا المعادلة النهائية للفيلوسيتي في الانكلايند الانكلايند فنتوري ميتر هذا النظام المعادلة النهائية بتقول لك فرق الهايت بين Z3 وZ4 وين فرق الهايت بين Z3 وZ4 فرق الهايت بين Z3 وZ4 اللي هو القراءة تاعت المانوميتر فرق الهايت هذا من هون لهون هذا الفلويد ليفل بالمرحلة واصل هون والفلويد ليفل في الارم الثاني واصل لهون فبدي انا هذا الفرق من هون لهون هذا يؤخذ قراءة مباشرة من المانوميتر اللي راكب على الفنتوري ميتر رو 1 اللي هو الفلويد اللي ماشي في السيستم ورو 2 اللي هو المانوميتر فلويد وهي عبارة عن الجيومتري واحدة تاعت السيستم وواحدة تاعت المانوميتر مش المانوميتر عفوا الفنتوري ميتر وهي الدنسيتي تاع السيستم وبالتالي كل شيء هون بنعرفه فبتحسب V2 لأن الشيء المهم هون إنه V2 is independent of the angle theta. ما دخلنا لا ساين ولا كوساين في النص لأنه أنا البريشر والفورسز عندي vertical كلياته بالvertical سواء ميلت ولا ما ميلت بدك تضلك الvertical distance هي اللي بتهمك. طيب خليني أفرجيكم فنتوري ميتر في أرض الواقع كيف شكله بيكون. هاي ايميجز هيا هذول هاي سكتشات هذول هيك سكتشات هذا مش سكتش اوكي هذا مش سكتش هذا مش سكتش هذا كبير لاحظوا الكرينات اللي حل. هذا كمان مش سكتش هاي صور ايوه هذه الصور اللي عم ندور عليها اوكي لاحظوا عندي هاي البايب وهاي البايب وهاي راكبة على الخط وهاي التوصيلات اللي عليها عشان ناخذ قراءة فرق الضغط بين العنق وبين اما الاب ستريم او داون ستريم تاع السيستم ما في مشكلة اوكي وقلنا هون شوية هذا نفس السيستم مرة ثانية بس مفصول لاحظ هاي بتنشر لحال بتنشر لحال وبتركبها على الخط بس تكون جهة الفلانج هاي بدها تكون فت مع البايب تاعنا يعني هاي هون بدها تركب على البايب هون فأنت بتشتريها بحيث أنها تكون مقاسها مناسب أو فت
مع السيستم اللي عندك. هاي واحدة ثانية هون مثلا مع مجموعة سيستمز. الآن شو الملاحظة على مثل هيك سيستم؟ عشان يعني هاي أنا مركبها عشان أعرف الفلوريت. شوف دكتور يعني طب ما أنا فيني أستخدم وسائل أخرى أبسط منها وأرخص. يعني هاي من شكلها مبين إنها إكسبنسيف من الشكل تاعها. فهل يا ترى في وسائل أخرى للقياس أرخص منها؟ الجواب أنا عن فيه اللي هو الأوريفيس ميتر. أي هذا الأوريفيس ميتر شكله زي ما احنا شايفين تحته. هاي الشكل ده أو تحديدا هذا هو الشكل ده. هذا عبارة عن قرص هيك شكله. عبارة عن قرص وراكب على البايب من جوا مسكر البايب وفي فتحة فيه. فالفلويد لما بكون ماشي مثلا بهذا الاتجاه بدي يمشي من خلال الفتحة هاي. أثناء مروره بالفتحة هاي بيخسر ضغط. بيخسر ضغط. إذا بتطبق برنوليز إكويجن عليه تطلع عندك المعادلة. وحاطين هون الديسشارج كوفيشنت على اساس انه لانه هاي فيها سادن كونتراكشن اكسبانشن نفترض انه نتوقع انه يكون في فريكشن عالي في مثل هيك سيستم. طيب هاي الشكل تاعه الاوريفيس فلوميتر. طبعا لازم يكون عندي قياس لفرق الضغط بين بوينت 1 وبين بوينت 2 اللي هي برا او على الاذر سايد من الميتر من عفوا من الاوريفيس. نلاحظ مثلا بده يكون في عندي جهاز ضغط بقيس الضغط هون وبقيس الضغط هون. وبالتالي بيلزمني يكون في زي مانوميتر عشان يقيس لي فرق الضغط زي ما احنا شايفينه. فبصير في عندي دلتا بي. هاي الدلتا بي و A2 A1 يفترض ان نعرفهم. A2 اللي هي الاريا هاي الكروس سكشن هذا واريا 1 هو الكروس سكشن هذا. وبالتالي اوكي فبال اوكي خلينا طيب لاحظوا هون عشان نطلع السي في اللي هو الديسشارج كوفيشنت هون حاطينه بدلاله في 2 هون حطينا برضه رينولدز نمبر بدلالة V2 at point 2. point 2 اللي هو عند الأوريفيس في هذا المكان. فيفترض انه هذه الدنسيتي للفلويد تاعنا والفيسكوسيتي للفلويد تاعنا والديامتر هذا تاع الأوريفيس. الأوريفيس مرة ثانية هو فتحة للديسك. والفيلوسيتي V2 اللي بنحسبها من هون. من هذه المعادلة ابتداء يو اغنور هذا يو اغنور مش انه اسوم زيرو يو اغنور يعني يو اسوم انها تساوي 1 وبتطلع الفيلوسيتي في 2 بتحسب في 1 اذا بدك وبتطلع رينولدز نمبر. لا ما بروح انا على الديسشارج كوفيشنت السابق ما بروح على هاي التشارت للاوريفيس ميتر. لا في تشارت ثاني هذا هاي التشارت اللي بنطلع منها السي او الديسشارج كوفيشنت لما يكون عندي اوريفيس ميتر. اوكي فلما يكون عندي اوريفيس بدي رينولدز نمبر بدي رينولدز نمبر. لاحظوا رينولدز نمبر هون محطوط بدلاله في 2 بالشارت تاعت الفنتوري ميتر او حتى قبل الفنتوري ميتر. اوكي الفنتوري ميتر السابق كانت بدلاله في 1 هون عندي بدلاله في 2 طلع رينولدز نمبر. هلا احنا حسبنا في 1 عفوا حسبنا في 2 assuming no friction يعني الديسشارج كوفيشنت تساوي 1 صار عندي value
عبيت 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 طلعت رينولدز. هلا صار عندي رينولدز نمبر. هلا خلينا نفترض جدلا انه رينولدز نمبر كان يساوي مثلا 1000. هاي 1000 2000 3 4 5 لا معناها هاي 2 4 6 هاي 2000 هاي 4000 خلينا نقول 4000 خلينا 1000 هاي رينج نمبر يساوي 2000. طيب بطلع لفوق في عندي مجموعة كيرفات، على أي كيرف أنا بدي أخذ قراءتي؟ هاي الكيرفات لديفرنت دي 1 عفوا دي 2 على دي 1 ريشيو. قديش الدي 1 اللي هو الديامتر تاع السيستم تاعك البايب تاعك، ودي 2 اللي هو الديامتر تاع الأوريفيس. إذا الأوريفيس بده يكون أنت عندك مقاسه. طب شو عرفني بمقاسه؟ أنا اللي حطيته، أنا اللي اشتريته وركبته على الخط، فأنا يفترض بعرف دي 1 وبعرف دي 2. إذا أنا بعرف دي 1 ودي 2 بعرف الريشو تاعهم، وليكن مثلا ليتس أسيوم إنه الريشو تاع دي 2 على دي 1 كان 0.65 مثلا. إذا أنا وين بكون موجود؟ لو قلنا إنه 2000 هاي 2000 هذا الخط تاع 2000 يطلع يطلع على 2000 لما نوصل لل 0.65 هاي 0.65 هذا الكيرف تاع 0.65 وين بقطع ال 2000 بقطعها تقريبا في هذا المكان. في هذا المكان الآن أنت بتيجي هون وبتأخذ قراءة للسي في. لاحظوا شو القراءة تقريبا 0.74. هلا أول ملاحظة راح نلاحظها إنه الديسشارج كوفيشنت للأوريفيس ميتر منخفض. إياهم منخفضين بينما بالفنتوري ميتر كانت كلياتهم من ناحية عملية فوق الـ 0.95. إياهم هذا الكير أوطى نقطة له يعني 0.956 أو 0.7 بينما discharge coefficient بالorifice meter منخفض. دليل على إيش؟ لما يكون منخفض شو إيش بدول؟ friction عالي. friction عالي. طب يعني هيك أنا بخسر ضغط في السيستم بس عشان أقيس الفلوريت. أولا يعني أنا عندي سيستم بدي أعرف الفلوريت فيه قديش. أنا بدي فلوريت مش بدي velocity، بس من الفلوسيتي بعرف الفلوريت. يعني مش معقول أنا شغال بسيستم أعمى مش عارف شو عم بصير جواته، فبدي فلوريت بطريقة ما بدي الفلوريت. فإما بروح بفتح لي محبس وبصير أعمل له تايمينج، مش محبس حتى أكسره وأشوف شو بطلع منه، أسكر وأفتح محبس واحد بحيث إنه كل فلو يطلع منه وعبي ببكت سطل وتايم. في مرات تكون مواد خطرة بعدين بطريقة عملية هيك في قياس الفلوريت. فبدك تركب شيء على الخط، بتركب مثلاً فينتوري ميتر. الفينتوري ميتر شفناها قبل شوي صغيرة دفشة، ولأنها كبيرة بده يصير سعرها كيف؟ إكسبنسيف. بس ميزتها بيخسرش ضغط فيها. الأوريفيس ميتر في المقابل سيمبل رخيص بس بخسر ضغط جواته. فبالتالي أنت بصير أنت قديش جيبتك ملاني وقديش الدقة اللي بدك إياها في قراءة، مش الدقة عفواً، قديش أنت ما عندك مشكلة في خسارة ضغط في السيستم مقابل أنك تعرف الفلوريت. في هناك وسيلة ثالثة أو رابعة لقياس الفلوريت وهي مستخدمة عندنا كثير في مختبر الفلويد، اللي هي الروتاميترز. الطلاب مرات يقرأوها روتاميتر، الأمريكان إتس روتاميتر، وقرأها زي ما بدك. الروتاميتر مبدأ عملها إنه بيكون في عندي شغلة بيسموها فلوت، لها أشكال متعددة، هذا واحد من الأشكال تاعتها، بيكون محطوطة جوا التيوب في زاوية. هلا هاي الزاوية عينك صعب تشوفها بس بكون هون مبالغين شوي بالزاوية. فلما بكون في فلويد فلو من فوق، ما في فلو، شو بصير بهذا الفلويد؟ بده ينزل تحت by the force of gravity. ما في فلويد فلو بس يصير في عندي فلويد فلو. هلا هذا بيركب على الخط مباشرة، يعني هاي التيوب تاعنا يفوت هون. اوكي بده يكون في عندي زي كوع يفوت عليه. اوكي
نمسح وننظف الرسم بتاعتنا. هذا بده يكون راكب على سيستم، وليكن إذا افترض إنه في عندي كو هون، هذا الفلو تاعنا، وهون هذا الأوتلت تاعه راكب على السيستم بيكمل دغري أو بنفع أو بنفع حسب أنت شو اللي بدك إياه. بس لاحظوا الفلويد كله بده يمشي من خلال الروتاميتر، مثل الفنتوري ميتر الفلويد كله بده يمشي من خلاله، ومثل الأوريفيس ميتر الفلويد كله بده يمشي من خلاله. الآن كل ما زاد الفلو ريت شو بده يصير بالفلويد؟ القطعة الداخلية ترتفع أكثر، ترتفع أكثر، وبنكون معمول لها كاليبريشن على جنب، يكون في مسطرة معمول لها كاليبريشن بترقيمات معينة. الآن كل ما زاد الفلو هاي طلعت لفوق، فبتكون هي معمولها كاليبريشن على فلويد معين، على فلويد معين. لنفترض ان احنا عاملين كاليبريشن على الووتر، فروحت انا جبت مثلا اسيتون، جبت الفنتوري عفوا الروتاميتر وركبته على خط اسيتون، هل يا ترى القراءات هاي اللي بقراها هون على الكاليبريشن لما استخدمنا الماء بتكون صحيحة؟ لا بتكون صحيحة، ما بتكون صحيحة. ليش؟ أنا هذيك معمولة للمي مش للأسيتون. طيب شو يعني وزن معمولة للمي؟ هلا في ديرايفيشن احنا هون قافزين عنه لضيق الوقت، يعني بنشوف انه الفيلوسيتي اللي هي لما تضربها في الكروس سكشن الاريا بتعطيك الفوليومتريك فلو ريت، لها علاقه بالدنسيتي للبول اللي هو الفلوت والدنسيتي للفلويد. فاذا تغيرت الدنسيتي للفلويد الفيلوسيتي بدها تتغير، هذا ماثيماتيكلي الان فيزيكالي. فيزيكالي هلا لما يكون انا عندي ماده خفيفه الاسيتون الدنسيتي بتاعتها منخفضه، بالاخير بدها تدفش على الفلوت، يعني بده يكون عندي فورس، والوزن اللي هو العلاقه بالدنسيتي للاسيتون وزنه اقل، وبالتالي الفورس من اعلى لتحت واللي هو وزن الفلوت ما تغير، الفلوت نفسه ستيل مثلا او الومنيوم متفر او خشب، لا مش خشب يعني بيكون عاده الومنيوم او ستيل، مرات بيكون ربر من نوع ثقيل شويه كوزن. فالدنسيتي للفلويد اذا اختلفت المسطره اللي بنقرا فيها الفلوريت بتكون الارقام اللي عليها غلط، لا يعني مش لا تناسب، غلط بالنسبه للفلويد الثاني. وبالتالي بصير هون لما بتشتري روتاميتر لقياس الفلوريت بتشتريها للفلويد اللي انت بدك تتعامل معه، شريت وحده للمي تستخدمها للمي، ما في شيء اسمه فكها وخليني اركبها على سيستم فيه اسيتون. هذا بيختلف عن الفنتوري ميتر والأوريفيس ميتر وحتى البيتوت تيوب، بيختلف عنهم من باب انه هدلاك نوع الفلويد ما بدخل في المعادلة، هون نوع الفلويد بدخل في القراءة، عفوا نوع الفلويد ما في عندي هناك كاليبريشن او اقرا قراءة لها علاقة بالكاليبريشن. الروتاميتر لا في له كاليبريشن اللي هو الهايت الارتفاع، وبالتالي مرتبط بنوع الفلويد اللي عندك. آخر آيتم عندنا في هذا الشابتر فيه كونسبت، فيه إشي بنسميه vapor pressure and cavitation. الآن عشان بتكونوا مصحصحين أكثر في المحاضرة الجاي قبل ما نغلق اليوم، في هاي الأسايمنت الجديدة لكم من الشابتر 5، أوكي المسائل اللي مذكورين عندكم هذول 7 مسائل، فبتحلوهم وتسليمهم يوم الاثنين القادم ان شاء الله. هيك بنكون انهيت شابتر 5، بس ضايل لنا زي ما حكيت لكم ناقص بس اخر 2 سلايدز فيه قبل ما ننتقل للشابتر 6 في المحاضره القادمه ان شاء الله. اي سؤال دكتور؟ ان شاء الله امتحان يوم السبت، فراح يضل على موعده ولا انه نغيره؟ لا متى هو محطوط؟ اي ساعه؟ من 12:30 لل1:30. خلص كويس، هذا موعده كويس مناسب، اللي سهران بكون نام وصحي، واللي صاحي بدري لسه ما نعسش، مناسب جدا وقت احسن من الساعه 1. تمام، يعطيك العافيه دكتور. فموعدنا في رسمي في الموعد الرسمي المعلن،
وأنا يعني لما أسوي الامتحان بحط لكم اللينك تاعته عشان تفوتوا عليه بالوقت المتاح والزمن الامتحان. هلأ كم عدد الأسئلة والوقت للامتحان؟ هلأ الوقت مش زي ما مكتوب، هلأ بيبدأ في نفس الموعد تاعه بس النهاية مش زي ما هم كاتبين. هم حاطين كم؟ 12:30 لواحد ونص؟ آه دكتور. هلأ 12:30 بيبدأ 12:30 والنهاية أنا بحددها، بس ما بتتعدى الواحد ونص. يعني مجلس 12:30 ممكن ننهي وحدي، وحدي وربع، وحدي وعشرة، حسب عدد الأسئلة اللي أنا بدي أكتب لكم إياها بحدد التايم إلى يجوز 20 دقيقة. أوكي. فبالتالي بداية الامتحان 12:30، نهاية الامتحان أنا بكتب لكم إياها، وبعطيكم معلومات إن شاء الله قبل الامتحان عن عدد الأسئلة ونوع الأسئلة. مبدئيا برضو حكينا فيها سابقا حيكون multiple choice، اختيار من متعدد، قد يكون في مثلا matching يعني statement على اليمين وstatement على اليسار، مجموعة هون مجموعة هون، واعمل matching بين which statement belongs to which other statement in the other side and so forth، يعني من هذا النوعية أو short very short answers قد يكون في أسئلة. بس على الأغلب على الأغلب إنها تكون ضع دائرة. أوكي؟ تمام دكتور. أي سؤال آخر؟ طيب، السلام عليكم.